وهاي بنت اسمي قلوب النشامة سبي ابل المداهي لها ربلا أول بسم الله الرحمن الرحيم. المنتخب المغربي مثل العرب ومثل أفريقيا. بعدين المنتخب المغربي سوى إنجاز عمره يمكن الجيل القادم يمكن إن شاء الله نحقق أكثر منه. كيف احتل أيضا قلوب العرب؟ من أداهم الجميل. أدوا أداء جميل في المباريات هذه. لكن بس مع المنتخب الفرنسي، لأن المنتخب الفرنسي منتخب قوي. منتخب كم مرة حايز على البطولة؟ مرتين أظن، صح؟ نعم. هو جاي وصيف أظن. لكن منتخب المغربي والله أدى مباراة يعني مشرفة، حتى المباراة النهائية لحد الدقائق الأخيرة كان يجيب الهدف حق التعادل. إن شاء الله يكفينا، يكفينا شرف. ويكفينا شرف والله العظيم. نقدر نسميهم بطولة العرب. بطولة العرب. نعم. ومشكورين على الأداء. وهي أول النجاح قطر للعرب عامة. مو بس كأس قطر، هذه كأس قطر في كأس العالم في قطر لفت الأنظار على كل الاتجاهات. كل الاتجاهات، في تنظيم، في أداء، في بطولة، يعني لفت غلوب العالم كله، مش بالعرب، العالم كله.